مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانتهينا في شرح هذا الكتاب وهو كتاب سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد عند قول المصنف وكل أو الناظم وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذا النظر من الأبيات هو في مسائل التوحيد، توحيد الله جل وعلا، وفي مسائل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نزال في النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد الذي يتعلق بربوبية الله عز وجل وبأسمائه وصفاته. فآخر بيتين ذكرهما المؤلف رحمه الله يتضمنان أن كل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة في أسماء الله عز وجل وصفاته فالواجب على المسلم وعلى المؤمن أن يثبت ذلك وأن يقبله وأن يسلم له. قال بعد ذلك: نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. نمرها أو ضميرها يعود على ماذا؟ على الأسماء والصفات، أي أن كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد تضمنتا ذكر أسماء وصفات. فإذا قرأت القرآن الكريم وجدت فيه أسماء لله جل وعلا، وهو السميع البصير، وهو السميع العليم، الحكيم الخبير، الحكيم الحليم، الرؤوف اللطيف، الخبير الشاكر الشكور، الرازق الخالق الواحد القهار، أسماء كثيرة. وأيضا في السنة جاء ذكر أسماء لله جل وعلا في السنة: القابض الباسط. وجاء أيضا في القرآن والسنة ذكر صفات لله عز وجل اتصف الله تبارك وتعالى بها. فيقول لك الناظم: نمرها، أي نعتقدها. الله جل وعلا وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فهذه الأسماء والصفات نعتقدها ونمرها صريحة، أي على ظاهرها، أي على ظاهرها على المعنى المفهوم في لغة العرب، من غير تمثيل بالمخلوق كما سيأتي. نمرها صريحة كما أتت، أي كما جاءت في القرآن وفي السنة، مع اعتقادنا لما له اقتضت، أي مع إيماننا ما دلت عليه من المعاني، من غير أن نبحث عن حقيقة هذه الصفات،
لأن كيفية الصفة من غير بحث عن كيفية الصفة، لأن كيفية الصفة لا يعلمه إلا الله. الله جل وعلا هو الذي يعلم كيف ذاته وكيف صفاته، أما المخلوق فيقر لله عز وجل بما أثبت لنفسه ويعجز عن أن يعرف كيفية ذلك، لأن هذا قد استأثر الله عز وجل به في علم الغيب عنده. فأسماؤه وصفاته تليق بجلاله وعظمته. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف، من غير تحريف، أي التحريف حرف الشيء إذا مال به، إذا مال به. والتحريف هو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا حرام منهي عنه، لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وذروا، اتركوا من يلحد في أسماء الله وأيضا في صفاته. فالتحريف في اللغة هو الميل، وفي الاصطلاح هو الميل بأسماء الله وصفاته عن معناها الظاهر منها، فيشمل ذلك التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. يشمل التحريف اللفظي، الله جل وعلا قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى. فأهل السنة والجماعة يقولون: أي علا وارتفع، ويقولون استوى لها هذه المعاني، له هذه المعاني: العلو، الارتفاع، الصعود، وذكر بعضهم الاستقرار. لكن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة قالوا: استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى ماذا؟ استولى. فهؤلاء حرفوا لفظ استوى إلى ماذا؟ إلى لفظ آخر، فقالوا استولى، وهذا غير جائز، بل هو عين الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا يجوز هذا بحال من الأحوال، ولا يقال أن الله استولى على العرش، لأنه إذا قلنا استولى على العرش أي كان مغلوبا من قبله. ولهذا قال أحد أئمة اللغة وهو ابن الأعرابي، سئل العرب فقال: العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قبل فأيهما غلب قيل استولى. والله سبحانه وتعالى لا مغالب له، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. فإذا تفسير استوى بمعنى استولى هذا يعد تحريفا، وأهل السنة عرفوا استوى فسروه بمعناه اللغوي أي العلو والارتفاع والصعود. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فالذي تكلم هو الله، والذي وجه إليه الكلام هو موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية دليل على أن الله جل وعلا يتكلم، له صفة الكلام. لكن أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة أرادوا أن يحرفوا هذه الآية، فقالوا وقرأوا: وكلم الله موسى تكليما، على أن موسى هو الذي تكلم، والله جل وعلا هو الذي استمع لكلامه. كذا قال
بعض الجهمية والمعتزلة عياذا بالله تعالى. ولهذا لما ذكر هذا للإمام شعبة وهو أبو بكر بن عياش القاري فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر. قال قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. فهذه مما قد أجمع عليه القراء. وبعض المعتزلة أراد أن يحرف هذه الآية فقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال له بعض أهل اللغة وكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآية صريحة في أن الله جل وعلا هو الذي كلم موسى عليه الصلاة والسلام. فإذا قوله من غير تحريف المقصود التحريف اللفظي أو التحريف المعنوي، التحريف المعنوي تغيير المعنى. فقال الله جل وعلا ما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيه إثبات اليدين لله عز وجل. فالمبتدع حرفوها وقالوا اليدين هنا بمعنى النعمة أو بمعنى القوة. وهل يقال لما خلقت بيدي أي بنعمتي؟ هل لله عز وجل نعمتان فقط؟ وقوله لما خلقت بيدي قالوا بالقوة، إذا كان خلقه بقوته فأي فضل لآدم على سائر الخلق، لأن كل الخلق خلقهم الله عز وجل بقوته سبحانه وتعالى. وإنما ميز آدم على سائر الخلق بهذه الفضيلة وأن الله خلقه بيده، خلقه بيده. وبعضهم قال بيده أي بنعمته. فكيف يفسر قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ هل المراد بنعمته؟ هذا خطأ. فهذا من التحريف المعنوي. ومثل ذلك تفسير قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ففيه إثبات صفة الوجه. لكن المخالفين لأهل السنة والجماعة حرفوا معنى الوجه وجعلوه بتفسير آخر، قالوا مثل ما يقال وجه الثوب ووجه الدار ووجه الكلام، وليس في هذا إثبات الوجه لله تعالى، فحرفوا معنى هذه الآية. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه دون أن يحرفوا ذلك المعنى، وقالوا هذه الصفة تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. ومثله قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، أثبت تبارك وتعالى لنفسه النفس، فهم حولوا وغيروا معنى النفس فقالوا ففسروا النفس بالغير. فهل يكون المعنى ويحذركم الله نفسه أي يحذركم الله غيره؟ هل معنى قوله تعالى في قول عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما في غيرك؟ هل هذا المعنى سليم؟ هذا خطأ، وهذا من التحريف المعنوي الذي خالف فيه هؤلاء المنحرفون أهل السنة والجماعة. فإذا الإثبات لهذه الأسماء والصفات يكون من غير ماذا؟ من غير تحريف. وأول صفات أخرى كصفة الإتيان وصفة المجيء
وصفة النزول أولوها بما ذكرنا سابقا، وصفة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة. هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة والجماعة حرفوا هذه المعاني، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يأتي ربك فيه إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أن الله يجيء. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، في كل ليلة، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فأول صفة النزول. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة، إلى ربها ناظرة، أي تنظر وترى وتبصر، فأولوا صفة الرؤية. وأخرجوا هذه المعاني عن ظاهرها الذي دلت عليه لغة العرب، فكانوا بذلك قد حرفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في حق الله تبارك وتعالى. وكانوا بذلك قد شابهوا اليهود الذين قال ربنا فيهم: وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. اليهود لما أتوا أرض العماليق ورأوا فيها أولئك الخلق العظام في خلقتهم، أمرهم الله جل وعلا أن يدخلوا باب القرية سجدا ويقول حطة، أي حط عنا يا ربنا خطايانا، فتكون لهم الغلبة. فماذا فعلوا؟ أتوا هذه القرية ودخلوها على أستاههم، ليس سجدا بل على صفة منعكسة ومنقلبة، وقالوا حبة حبة في شعره أو حنطة في شعره، فبدلوا ما أمر الله عز وجل أن يقولوه بلفظ آخر. هذا شأن اليهود، هم الذين يبدلون ما أنزل الله جل وعلا. قال لهم: قولوا حطة، فقالوا: ماذا حنطة؟ قال: ادخلوا سجدا، فدخلوا على أدبارهم وعلى أستاههم، وهذا تبديل لما أمر الله عز وجل به. فالذي يأتي إلى أسماء الله وصفاته ويميل بها عن الحق الظاهر منها هو واقع في التحريف، وواقع فيما وقعت فيه اليهود عياذا بالله تعالى، ألا وهو التبديل لما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو الإخلاء، عطل الشيء أي أخلاه وفرغه. يقال جيد معطل أي خال من القلادة، الجيد والعنق، جيد معطل خال من قلادة. يقال بئر معطلة أي خالية من الماء، لا ماء فيها، هذا المعنى في اللغة. والمقصود بالتعطيل اصطلاحا وهو منهي عنه، وهو أيضا من الإلحاد في الأسماء والصفات، لا يجوز. فالتعطيل هو ماذا؟ هو نفي الصفات. التعطيل هو نفي الصفات عن الله عز وجل، نفي الصفات عن الله عز وجل، ونفي الأسماء عن الله عز وجل، ونفي ما اقتضته أسماء الله تبارك وتعالى. وهذا قد وقع فيه أيضا بعض الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة، عطلوا الله تبارك وتعالى عن أسمائه، وعطلوا الله جل وعلا عن صفاته. وهؤلاء الطوائف منهم الجهمية ومنهم المعتزلة. فالجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، لكن أثبتوا الأسماء من غير معانيها ومقتضياتها. المعتزلة يقولون إن الله عليم دون علم، سميع دون سمع، وهكذا. أما السنة والجماعة
فإنهم يثبتون ما جاء في القرآن والسنة على مراد الله عز وجل، كما قال أئمة السلف: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره من أئمة السلف: من الله الوحي، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الرسالة من الله، هو الذي يوحي بها، ومن يوحى إليه هو الرسول والنبي عليه البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ومما سائر الناس فما علينا إلا التسليم والقبول والتصديق بما جاء في نصوص الوحيين، بما جاء في الكتاب والسنة، بما جاء في الكتاب والسنة. فإذا التعطيل أيضا غير جائز، وهو نوع من أنواع الإلحاد الذي نهى الله عنه، فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تهديد، سيجزون ويحاسبون ويعطون مقابل هذا العمل الذي عملوه. والمؤمن يأتيه الحق فيصدق به، كما قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أما التكذيب بما جاء من عن الله فهذا فعل أهل الكفر. قال جل وعلا: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فقال إذن الناظم: من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل. التكييف لا يجوز. ما معنى التكييف؟ أن تجعل للصفة كنها، فتقول: استوى الله جل وعلا على هيئة كذا، أو ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا بكيفية كذا، أو تكلم جل وعلا بالقرآن، أو كلم الله موسى بكيفية كذا. هذا كله لا يجوز، يعد من الغلو في الدين، ومن الافتراء على الله جل وعلا، ومن القفو بما ليس لك به علم. قال ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا شيء لا نعلمه، فلا يجوز أن نتكلم فيه بغير علم، لأن الذي جاء في القرآن والسنة هو إثبات الأسماء والصفات، أما كيفيتها فلم يرد ذكر لها. ولهذا نقول: هذه الكيفية ثابتة، لكن استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه في هذا الباب مما جاء في الكتاب والسنة، ويقف عند ذلك، ويمسك عن كل ما لا يعلمه وكل ما لم يرد ذكره في الكتاب والسنة، أي من ذكر كيفية هذه الصفات. وغير تكييف ولا تمثيل. التمثيل لا يجوز، لا يجوز أن تقول أن الله صفات، أن صفات الله كصفات المخلوق، أن الله استوى على عرشه كما يستوي الملك على سريره، وأن يد الله كيد المخلوق، وأن وجه الله كوجه المخلوق، وأن نزول الله كنزول المخلوق. هذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال: ليس كمثله شيء. وقال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى. وقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا استفهام، القصد منه الإنكار، أي ليس لله سمي. وقال جل وعلا: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو النظير، المثيل، المساوي. ليس لله نظير ولا مساو، ليس لله نظير ولا مساو ولا كفو ولا مثيل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن مثل الله جل وعلا
بالمخلوق أو بغير ذلك من الأمور، فقد قال على الله ما ليس له به علم، وارتكب أعظم محرم، كما قال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تقولوا على الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا الذي يكيف الصفات ويمثلها قد قال على الله بغير علم، قد قال على الله تبارك وتعالى بغير علم. نعم. قال الناظم: بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، يعني القول الذي نقوله هو ما قال به أئمة الهدى. أئمة جمع إمام، وهو المقدم على غيره، ولهذا يسمى الخيط الذي يجعله البناء ليتابع عليه بناءه فلا يكون معوجا يسمى في اللغة إماما. فالإمام من التقديم، والأئمة هنا جمع إمام، أي مقدموا هذه الأمة، فالعلماء هم في مقدمة هذه الأمة. فماذا نتبع نحن وماذا نقول؟ بل قولنا أي اعتقادنا الذي ندين الله جل وعلا به هو قول أئمة الهدى. أئمة الهدى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمام المهتدين، وهو المقدم، وهو إمام المقتدين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو أفضل الخليقة صلى الله عليه وسلم، زكى الله جل وعلا فيه كل شيء، زكى سمعه وبصره وخلقه وأخلاقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. فبعده من أئمة الهدى الصحابة الكرام، ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن بعد أتباع التابعين، ومنهم أو من صغارهم أئمة المذاهب الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن كان على طريقتهم كالأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة وأصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والأئمة الآخرين كابن معين وعلي بن المديني وكالإمام بن خزيمة وكالإمام ابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم السلام والإمام ابن جرير الطبري والإمام الطحاوي والإمام الأعمش والإمام سعيد بن سيب وسعيد بن جبير والإمام عطاء بن أبي رباح وغيرهم من الأئمة الإسلام. قولنا قول هؤلاء، الحميدي أيضا، الإمام الحميدي، الإمام أبو بكر بن بطة وأبو نعيم الأصبهاني وأبو القاسم الأصبهاني قوام السنة، والإمام الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي والإمام المزني وغيرهم من الأئمة، غيرهم من الأئمة، يعني تعدادهم طويل. البخاري يقول: دخلت مكة والمدينة وبغداد والبصرة والكوفة ومرو ونيسابور وخراسان وكذا وكذا غير مرة، لقيت فيها أزيد من 500,000 إمام من أئمة كلهم يقول كذا، وذكر جملة من الاعتقاد الذي هو اعتقاد السلف. يقول: لقي أكثر وأزيد من 500,000 من أئمة الإسلام، وهم يزيدون عن ذلك، ومنهم الليث بن سعد، محمد بن زيد، محمد بن سلمة، إسحاق بن راهوية، غيرهم كثير. فقولنا قول هؤلاء الأئمة، هل هؤلاء الأئمة يقال أنهم على ضلال؟ أبدا. فالذي نقول ونعتقد وندين الله عز وجل به ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وقال به هؤلاء الأئمة.
فماذا قال هؤلاء؟ هؤلاء قضوا بماذا؟ بإمرار هذه الأسماء والصفات كما جاءت دون تكييف، دون تحريف ولا تعطيل، ودون تكييف ولا تمثيل، ودون تكييف ولا تمثيل. فمن هؤلاء الإمام نعيم بن حماد الخزاعي، وهذا من مشايخ البخاري، قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما ورد به الآيات الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. الشافعي يقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الإمام الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وتثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثل ذلك ونحو ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه، قد أجمل الله الصفة فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، حد لنفسه صفة يعني وصف الله نفسه بصفة لا أحد يعرفها، لأن ليس لله مثيل، ليس يشبهه شيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. لا يجوز لك أن تصف الله بشيء لم يصف به نفسه، وإنما تصف الله بما وصف به نفسه إما في كتابه أو سنة رسوله. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، يعني كيفية هذه الصفة لا يعلمها أحد، ولا يبلغ الواصفون صفته ولا نتعدى القرآن والحديث، يعني نصفه بما جاء في القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفته الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. المحكم نؤمن به، قال ربنا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال تبارك وتعالى: تجري بأعيننا، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء، قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: أو يأتي ربك، وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. فهذه نؤمن بها، فمحكمها أو ما يؤخذ منها من المحكم هو أن نثبت هذه الصفة. طيب، قد يأتي واحد ويقول: لكن هذا المجيء هو كمجيء المخلوق، نحن نعرف أن هذا المجيء فيه كذا وكذا. نقول: إذا تشابه عليك مثل هذا فهذا المتشابه نكل أمره إلى الله، فنعلم معنى المجيء والإتيان والنزول وغير ذلك، أما الصفة كيفيتها فهذا لا نأخذه، لا نستطيع أن نعرفه، فنقول نكله إلى الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت،
وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة ذكر الكيفية، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه، سميع بصير لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد كما قال تعالى ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير. لا نتعدى القرآن والحديث، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة، قلت له والمشبه ما يقول؟ قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام أئمة أهل السنة في هذا كثير، وهو موجود في كتب الاعتقاد التي ذكرنا شيئا منها وهي كثيرة، ككتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا للإمام البكر ابن خزيمة، كتاب وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لابن عثمان الصابوني، كتاب التوحيد لابن منده، كتاب الإبانة في أصول الديانة لابن بطة العكبري، كذلك كتاب السنة، كتب السنة، كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد، كتاب السنة للطوراني، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة للبربهاري، كتاب عقيدة أصحاب الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، كتاب صريح السنة لابن جرير الطبري، وغيرها من الكتب كثيرة فيها نقول عن أئمة السلف في هذا الباب، بل قولنا قول أئمة الهدى. من أمثلة ذلك من ذكرنا أقوالهم، طوبى لمن بهديه قد اهتدى، طوبى هذا مدح واستبشار بالخير، وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طوبى له، وذكر في الحديث أن طوبى شجرة في الجنة يسير تحت ظلها الماء السائر أو الراكب مسيرة 40 عاما، وفي بعض الروايات 100 عام. فيؤخذ من قولنا طوبى لفلان أي الدعاء له بالخير والاستبشار بالخير، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، من سار على هديهم وطريقهم وانتهج نهجهم فطوبى له وله كل الخير وله كل الخير. نعم. ثم ختم هذا الباب بذكر تسمية هذا النوع من التوحيد، قال وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. وسمي ذا النوع الإشارة إلى ما سبق الكلام عليه من ذكر ربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته، هذا يسمى إثبات توحيد الإثبات، المعرفة والإثبات، يتضمن معاني الربوبية والأسماء والصفات، لأن التوحيد قسمان، القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. فهذا سميناه توحيد المعرفة والإثبات لأن فيه التعرف على الله جل وعلا بربوبيته، وإثبات ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات مما جاء في كتاب وصحيح السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. سميه ماذا؟ توحيد إثبات بلا ترديد، دون تردد ودون شك ودون ريب. نعم. قد أفصح الوحي المبين عنه، أفصح من الإفصاح وبمعنى الإبانة والإظهار والجلاء والبيان، الوحي الذي هو القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة، القرآن والسنة. حقيقة الوحي في اللغة هو
هو الكلام الخفي، الكلام الخفي. ويقال أيضا في الوحي هو الإعلام بخفاء وإخفات. وحقيقة الوحي في الشرع هو تكليم الله جل وعلا وإخبار الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه من البشر بشرع أو بشريعة منه سبحانه وتعالى. والوحي يشمل القرآن والسنة، قال تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم هو وحي. أما القرآن فكلام الله جل وعلا غير مخلوق، تكلم الله به الحقيقة لفظا وصوتا. وأما السنة فالمعنى من الله والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. قد أصح الوحي المبين البين الظاهر عنه، عن هذا النوع من التوحيد. الوحي المبين قد أفصح عن هذا النوع من التوحيد. قال جل وعلا: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قال جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله. قال جل وعلا: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون خلقهم العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في كتاب الله عز وجل في ذكر معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى، أنه الخالق المالك المدبر الملك المتصرف في كل شيء. وفي ذكر أسمائه وصفاته، انظر في أي سورة وفي أي آية وفي كل صفحة كم تجد من ذكر أسماء الله وصفاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أسماء، مالك يوم الدين أسماء مضافة، إياك نعبد إياك نستعين، إشارة إلى ربوبيته وألوهيته، اهدنا فعل من الأفعال أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وفي سورة البقرة مثل ذلك، وهكذا. فقد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. التمس أي اطلب، اطلب طلبا شديدا حثيثا حتى يصير كأنه حسي وأنك تلمسه، وأنك تلمسه كما قال جل وعلا: وأننا نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. فأطلب هذا الوحي أو هذا النوع من التوحيد الذي أفصح عنه الوحي المبين، أطلبه طلبا حديثا حتى تصل كأنك ماذا؟ تلمسه حسيا. نعم. فالتمس أي اطلب الهدى المنير منه، يعني أطلب الهدى في هذا الباب، الهدى من الهداية وهو التوفيق للطريق الصواب، لأن الهدى يقابله ماذا؟ يقابله الضلال، الهدى يقابله الضلال. إذا أطلق الهدى شمل اتباع الحق والصواب، اتباع الحق والصواب في العلم والعمل، يقابله الضلال وهو الانحراف عن الحق والصواب علما وعملا. أما إذا اجتمع الهدى مع الرشاد فالهدى يشمل العلم والرشاد يشمل العمل، وضد الهدى ها هنا، وضد الهدى هو الضلال وضد الرشاد هو الغي. فقوله التمس الهدى أي الحق والصواب في هذا العلم الذي هو توحيد الله جل وعلا، توحيد المعرفة والإثبات. فالتمس الهدى المنير، يعني هذا صفة للهدى، صفة للهدى المنير الذي يشع منه النور، وهو أيضا المبين البين الظاهر منه، أي من الوحي، أي من الوحي. ومن خرج عن الوحي فقد ضل ضلالا مبينا وضلالا بعيدا وغوى عياذا بالله تعالى. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.